عليهم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين. أحبائي وأعزائي متابعين قناة ريل ماشين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليا صديق القناة شغال في ملابس الجاهزة، طلب مني إن أنا أشتغل في المكنة الزراير. طيب أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا بعمل الفيديو الصغير ده عشانك والله، أقسم بالله. أنت طلبت مني وقلت لي أمتى هتشتغل في مكنة الزراير؟ طب قول لي أنت محتاج إيه في مكنة الزرار؟ يا جماعة أي حد عايزنا أعرفه أي حاجة في المكنة، زرار، اوفر، ابره واحده، عراوي، اي مكنه ايا كانت، عرفني انت محتاج ايه، انت عايز ايه بالظبط. انا المكنه الزرار اللي عندي زي ما انت شايف كده سان ستار وجوكي. بعدين عم هاتوا معاهم، تعالى من هنا كده. ده مكنه الزرار اللي عندي، دي مكنه جوكي زي ما انت شايف كده، ودي مكنه سان ستار. طب حضرتك انت عايز ايه؟ يعني اعرفك ايه في المكن ده، قول لي على المشكله اللي عندك وانا ايه، وانا اعمل لك لها فيديو ان شاء الله. يعني تقول لي عن المشكله اللي عندك ايه، او تبعت لي صوره او فيديو صغير للمشكله اللي عندك وانا اعمل لك لها فيديو باذن الله. وانا برحب بكل الناس المتابعين عندي على القناه، سواء المصريين او العرب او الاجانب. ربنا يبارك فيكم، انتوا على راسي من فوق، واحنا يا جماعه كلنا بنكمل بعض. كل الناس اللي شغاله في الملابس الجاهزه احنا بنكمل بعض، الخياط مع الصيانه مع صاحب الورشه، كلنا بنكمل بعض. فأي حد في المنظومة دي محتاج أي حاجة، سواء صيانة أو خياط أو صاحب ورشة، يبعث له ويكلمني. أنا سايب رقم تليفونه على القناة أصلا، يكلمني على التليفون، لو ما ردتش عليه هكون أنا مشغول أو أي حاجة هتصل بيه. كلمني مرة، كلمني اتنين، إن شاء الله بإذن الله هرد على الناس كلها، وأنا تحت أمر الناس كلها، ومش عاوز حد يزعل مني يا جماعة. والناس اللي عملتها طلبت مني فيديوهات وما عملتهاش، تعرف ويكون عندك يقين إن المكنة اللي أنت تكلمني عنها ديت مش موجودة عندي. لو موجوده عندي هعمل لك عليها ايه، عليها فيديو. انا المكن اللي عندي حاليا زي ما انتم شايفين مكن العراوي، مكن الزراير، وعندي مكن العراوي سان ستار وبروس، وعندي الجوك القديم، وعندي مكن الاورليه زي ما انتم شايفين كده. سأقول لهم عم ده المكن اللي موجود عندي، لو محتاجين اي حاجه في المكن العراوي، في المكن الزراير، في المكن المكن الكوع القديم بس من غير برار برضو موجود، مكن الاوفر القديم برضو موجود، لو عايزين اي حاجه في مكن الاوفر او اي حد مقابله اي مشكله في المكن الاوفر يقول لي عليها وانا اعمل له فيديو برضو باذن الله. يبقى كده انت شفتوا المكن اللي موجود عندي حاليا، لان انا شغال دلوقتي في مصنع، انا مش شغال في ورشه بتاعتي يا جماعه، انا شغال في مصنع، ان الورشه بتاعتي قفلتها من زمان، شغال في مصنع، وده المكن المتاح عندي في المخزن بتاع الايه، بتاع المصنع. طبعا المصنع بيغير استيارات على طول، وده المكن المتاح. المكن اللي بيكون متاح عندي اللي بيطلب منه فيديو ولا حاجه بعمله له، لما بيقابلني مشكله في مكنه بعرضها عليكم برضو. ولو في اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات، وانا تحت امركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.